الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا من أرضية ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، في ختام أيضا السباق المحلي السادس في هذا الانطلاق المميز والجميل، انطلاقات سن الحيل والزمول. ينطلق شوطنا السابع الخاص بالحيل والثمانية كيلومترات، هي المسافة الحاضرة والمحددة مساري هذه الانطلاقات الصباحية المميزة. مشاهدين الكرام، ينطلق هذا الشوط حامل لنا في طيات هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الانطلاق المميز والجميل. نسير مباشرة مع البداية مع المركز الأول، أول الأسماء الحاضرة والمنطلقة هناك مع بداية هذا المسار، من تتقدم ذهيبة مع البداية مع المركز الأول، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يقود هذه الأسماء من خلال تواجد شعار صايد الرموز هناك مع البداية، ويقدم لنا ذهيبة بتحدياتها المميزة والجميلة. ناخذ المركز الثاني، وصول من مياسة سعود بن صالح بن حمد القمرة، شعار السندبات القطري أيضا يقدم لنا أيضا انطلاقة هنا مياسة مع المركز الثاني، بينما أتابع المركز الثالث، ثالث التحديات الوصول والتقدم في هذه اللحظات من اللي واصله هنا مهاجرة عبد الله بن علي بن راشد المري من يتقدم في هذا المسار، شعار بن جهيم مع ثالث التحديات. المركز الرابع وصول وتقدم مشاهدينا الكرام من قبل اللي واصله هنا العاصمة لهجن التحدي مع المركز الرابع، والمركز الخامس وصول من شعار هجن السهلية مع هيبة مع خامس المراكز. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز مشاهدينا متابعينا الكرام، ونداؤنا الأول للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ولكن العودة مع البداية، نعود مع صدارة هذا الانطلاق والبداية والمركز الأول، هناك الذهيبة لا تزال هي مع البداية، من تتقدم الأسماء بشعار الخيارين من يقدم لنا الذهيبة، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما نتابع المركز الثاني، من تتقدم مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام هنا مياسة سعود بن صالح بن حمد القمرة، من تتقدم مع ثاني التحديات في هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما المركز الثالث وصول وتقدم في هذه اللحظات من شعارها أيضا هنا هجر السيلية تقدم لنا هيبة مع المركز الثالث والمركز الرابع. هجن التحدي تتقدم من خلال هذا التواجد الجميل والرائع مع رابع المراكز من خلال تواجد هذا الاسم المميز هنا مع المركز الرابع مشاهدين الكرام العاصمة في هذا المسار. نتابع المركز الخامس وصول وتقدم هنا من أيضا من اللي واصل في هذا المسار، وصول من قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند شعار الأنيق من يقدم لنا قماشة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق المميز والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، الأسماء الحاضرة الأولى هنا في دائرة النداء والإذاعة، ولكن البداية والمركز الأول وصدارة هذا الشوط هناك مع الذهيبة، الذهيبة وشعار الخيارين من يقدم لنا الذهيبة بتحدياتها المميزة والجميلة لتكون قائدة لهذا المسار المميز، لتكون قائدة لهذا الانطلاق الرائع والجميل. هناك مع بداية هذا الشوط من يقدم لنا الذهيبة، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. ناخذ المركز الثاني، من تتقدم مع ثاني التحديات هنا في هذا الانطلاق، مياس وشعار السندباد القطري، سعود بن صالح بن حمد القمرة من يتقدم هنا مع ثاني التحديات، والمركز الثالث وصول وقدوم في هذه اللحظات من هجن السيلية تقدم لنا هيبة مع المركز الثالث والمركز الرابع، وصول وتقدم من شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، شعار خطف أيضا ثلاث نقاط في هذا الصباح يقدم
نقدم لنا أيضا هذا الاسم المميز والجميل مع المركز الرابع في هذا الانطلاق. المركز الخامس وصول وتقدم في هذه اللحظات من قبل اللي واصل في هذا المسار، تتقدم الجازي ناصر بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري من يسر أيضا بتحدياته المميزة والجميلة مع المركز الخامس في هذا الانطلاق الرائع والجميل والمركز الرابع. نتابع هجرة التحدي أيضا تصل في هذه اللحظات من خلال تواجد العاصمة مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام، الأسماء الخمسة المتقدمة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل، ولكن القيادة لا تزال مع الذهيبة بشعارها المميز والجميل، بشعارها الكبير بإنجازاته، شعار صايد الرموز يقدم لنا الذهيبة. محمد أيضا هنا من يتقدم، منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين يقدم لنا الذهيبة مع بداية هذا المسار المميز والجميل. بينما المركز الثاني من تتقدم هنا مع المركز الثاني وصول من شديدة لهجن السيلية، من تتقدم أيضا في هذه اللحظات من خلال تواجد شديدة مع المركز الثاني اللي غيرت بدورها وانتقلت انتقاله مباشرة نحو صدارة هذا الشوط. المركز الثالث شعار القمرة يقدم لنا مياسة مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز والجميل. بينما المركز الرابع هجن السيلية تقدم لنا أيضا هيبة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. المركز الخامس يتقدم شعار الأنيقة من خلال تواجد قماشة مع المركز الخامس ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يتقدم مع المركز الخامس ويقدم لنا قماشة في هذا المسار المميز والجميل. وهناك أسماء عديدة، أسماء لا ذقنها تشارك في هذا الانطلاق والمسار المميز وشعارات كبيرة بإنجازاتها أيضا في هذا العالم الساحر، عالم رياضة سباقات الرجل العربية الأصيلة. عطنا لقطة يا مخرجنا على أيضا الأسماء خلف الخمسة المراكز الأولى وعمق الميدان وما يدور هناك أيضا من تحركات في هذا المسار المميز والجميل. إذا مشاهدين الكرام نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع شعار أيضا السيلية من تقدم الانطلاقة شديدة مع البداية مع المركز الأول شديدة التي تقود الأسماء قيادة حكيمة. هناك مع البداية مع المركز الأول بشعارها المميز والجميل، بشعارها أيضا هنا الذي يقود هذه الأسماء بتحدياتها المميزة. بينما المركز الثاني تتقدم الذهيبة بشعار الخيارين مع ثاني التحديات من خلال تواجد الذهيبة منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين مع المركز الثاني. والمركز الثالث تتقدم هنا هيبة مع المركز الثالث لتعزز تواجد شديدة مع المركز الأول أيضا بشعار هجن السيلية مع ثالث التحديات. ولكن دخول من ناهد، وصلت ناهد في هذا المسار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم لنا ناهد في هذا الانطلاق المميز والجميل. المركز الرابع وصول اسم جديد، وصلت هنا الهاشمية تصل في هذا المسار فيصل بن مشعل بن حسن آل زيد الشريف يصل ويقدم لنا الهاشمية في هذا المسار الرائع والجميل. ولكن تابع الوصول، تابع أيضا القدوم من الجزيرة هجن السيلية تدفع بهذه الأسماء المميزة لتعزز هذا التواجد في هذا الانطلاق المميز والرائع. ولكن الذهيبة تستعيد حقوقها المنهوبة في هذا الانطلاق والمسار المميز والجميل. مع هناك البداية مع المركز الأول منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين من يقدم لنا الذهيبة، ولكن تابع الضغوطات التي تشكلها ناهد في هذا المسار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند من يقدم لنا ناهد في هذا الانطلاق المميز والجميل مع البداية. بينما المركز الثالث وصول من شديدة هجن السيلية مع المركز الثالث. المركز الرابع أيضا هجن السيلية تقدم لنا هنا الجزيرة مع المركز الرابع. المركز الخامس ناخذ المركز الخامس، وصلت هنا في هذا الانطلاق وتقدمت مشاهدينا الكرام الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري يصل الضيوف القادمين من دولة الكويت الشقيقة وخصيصا ميدان الشهيد يحضرون في هذا المسار. نتابع المركز الخامس وصلت قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع المركز الخامس. ياهي أسماء تشارك في هذا الشوط مشاهدينا الكرام، ولكن الذهيبة
الذهيبة مع البداية، الذهيبة مع المركز الأول بشعارك يا الخيارين، شعار صايد الرموز يقدم لنا الذهيبة، منصور بن محمد المنصور، آل سيف الخيارين وغانم بن منصور. من يتابع هذا الشعار يتابع الذهيبة التي تدشن أجواء الكيلومتر الأخير. الخطير يا صايد الرموز، حافظ على هذا المستوى. هناك مع البداية مع المركز الأول الذهيبة، بينما نتابع هنا من تتقدم في هذا المسار شديدة، هجن السيلية مع ثاني التحديات. المركز الثالث أيضا هجن السيلية تقدم الجزيرة. المركز الرابع قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسرد، ولكن شوف اللي وصلت في هذا المسار، تقدمت الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري ووصل شعار الأنيق، يدفع بأحد الأسماء المميزة، وصلت في هذا المسار وتقدمت دامسة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. من يقدم لنا دامسة؟ ولكن البداية يبدو لي الشوط سيلاوي الشوط في هذا المسار من خلال تواجد هذا الشعار الكبير والمميز مع البداية مع المركز الأول. شديدة 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 يحضر هذا الشعار الذي قدم لنا أيضا أحد الأسماء الكبيرة مع الشوط الأول الرئيسي للزمول في هذا الانطلاق. يقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة التي يمتلك هذا الشعار، شعار عبد الله بن سعيد العيدة اللورد. من يقدم لنا شديدة مع البداية، هجن السيلية تحكم القبضة على ناموس هذا الشوط والعصا في الأبطان بدون أوامر. سلام هجن السيلية، سلام سلام للعيدة، سلام على هذا الأداء المميز، المالك لهذا الشعار، المالك أيضا لشديدة. تهانينا والناموس وسلام شديدة، سلام هجن السيلية على هذا الفوز وهذا الانتصار بدون أوامر. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت الحذرة راشد بن حمد بن جار الله المري. المركز الثالث كان الوصول من الذهيبة لأيضا منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت قماشة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. المركز الخامس، المركز الخامس كان الوصول من الجزيرة لهجن السيلية. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل تابعنا هذا الشوط، ولكن حضرت هجن السيلية لتقدم لنا أحد الأسماء المميزة والجميلة في هذا الانطلاق الرائع والجميل. حضرت شديدة لتكون بطلة هذا الشوط. 12 دقيقة 45 ثانية 23 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن السيلية على هذا الفوز وهذا الانتصار والنقطة الثانية لهذا الشعار. بينما نتابع المركز الثاني، وصل الضيوف أيضا أبناء ميدان الشهيد يقدمون أيضا لهذا الانطلاق المميز من خلال تواجد الحذرة. توقيتها الزمن 12 دقيقة 48 ثانية 94 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لراشد بن حمد بن جار الله المري. بينما المركز الثالث من وصلت معنا متابعينا الكرام كان الوصول أيضا من الذهيبة بشعار الخيارين. توقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية 12 دقيقة 54 ثانية بدون أجداء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين.